خلينا نروح نشوف تقرير سريع عن أمنيات أعضاء النادي الأهلي لعام 2019 ونرجع مرة تانية. أقول لجمهور النادي كل سنة وأنتم طيبين، وإحنا طبعاً سنة جديدة إن شاء الله تبقى مختلفة عن السنة اللي فاتت وتبقى يعني مفرحة لجمهور النادي الأهلي. كل سنة هم طيبين وبألف صحة وخير يا رب، والنادي الأهلي كده يفضل نمرة واحد في النوادي كلها بإذن الله. كل سنة وأنتم طيبين، ورسالة لجمهور النادي الأهلي إن هو كل سنة هو طيب وإن شاء الله في يبقى يحقق كل أمنياته بإذن الله، وربنا يكرمنا إن شاء الله بإذن الله. طبعاً أنا سعيد إن أنا بنتمي للنادي الأهلي، وإن شاء الله سنة جديدة عليهم، وبنتمنى النادي الأهلي يكون في أحسن حال وفي أفضل حال السنة الجديدة. كل سنة وأنتم طيبين، وسنة تكون جديدة وسعيدة علينا إن شاء الله، وربنا يوفقنا ويقدم الخير للنادي الأهلي والمصر كلها جميعا ولأسرتي خصوصا. كل سنة وانت طيب وفي تقدم، ونشوف انتصارات كبيرة في جميع الألعاب، ويارب كده الخطيب ان شاء الله يعود لنا بالسلامة. اقول لجمهور النادي الأهلي كل سنة وانتم طيبين، وان شاء الله كده بعود الأيام وتكون سنة سعيدة عليكم جميعا. اقول له انتوا شرفتونا كتير جدا جدا، وبنحترمكم جدا جدا، والنادي الأهلي ده فوق الجميع فعلا. يعني انا واحد من اعضاء الأهلي وجمهور الأهلي من زمان قوي، بقول لهم خليهم ورا فرقة النادي الأهلي، فرقة الكرة بالذات يعني، وإن شاء الله اللي جاي أحسن وأحسن، وشكون 2019 عام البطولات الخمسة اللي الأهلي هيشترك فيهم بإذن الله. بنهني جمهور الأهلي بالسنة الحلوة الجديدة، كل سنة وانتم طيبين جميعا، وبنتمنى للنادي الأهلي دايما من تقدم إلى تقدم، وبحيي جمهور النادي الأهلي اللي بيحافظ على النادي الأهلي، وأطلب منهم في كل المباريات اللي بيحضروها انتبهوا للدخلاء. والله أتمنى للجمهور أن يسعد بنجاح أو بفوز النادي الأهلي بالبطولة السنة دي. أمنيتي أشوف طبعا النادي بتاعي أحسن نادي في القرن كله، مش عايزة هو ده، وولادي ربنا يكرمهم والناس كلها، ومصر تكون بخير إن شاء الله بإذن الله. والله أمنيتي شخصيا أن ربنا يديم علينا الستر والصحة، ان كل البلد كلها تبقى احلى بلد، والنادي الاهلي يبقى احسن نادي، وعايزاه يتقدم ما يرجعش لورا، ويبقى الدنيا حلوه وكل حاجه تتظبط في النادي الاهلي. الشعب كله ينسعد كده باخبار تسعده وتريح باله شويه، ان احنا نكون كويسين ونحب نادينا، وكل واحد فينا يقدم حاجة للنادي العظيم ده، لأن ده كيان والكيان عمره ما بيضيع. أمنيتي التوفيق من عند الله بإذن الله. كل اللي كان نفسه حاجة في 2018 ما تحققتش، يا رب تتحقق في 2019. كل اللي بيسعى لحاجة إن هي تكون achievement أكتر، نجاحات أكتر، بلان للنادي، بلان للفريق، للألعاب اللي موجودة في النادي on process لتحقيقها، يا رب تتحقق في 2019. ربنا يصلح حال الدنيا، والدنيا توسع كده ويبقى خير ان شاء الله. السلام، الهدوء في مصر، ويعني وزياده الرخاء شويه، والاستثمار، والدنيا تمشي كده. مامتي وبابايا يفضلوا معايا طول عمري.